أهلا بيكم في المحاضرة الخامسة من محاضرات تعليم الكتابة على الكيبورد باللغة الإنجليزية. إحنا بنكمل مع بعض الصف العلوي. هناخد النهاردة حروف ال W وال O وال Q وال P. نقولهم تاني: ال W بالخنصر الأيسر، حرف ال W اللي هو هنا، وحرف قصاده الناحية التانية بالخنصر الأيمن حرف ال O اللي هو بالصباع دوت، وبعد كده Q بالبنصر الأيسر، والبي بي بالبنصر الأيمن. يبقى كده هناخد الدبليو والأو قصاده والكيو والبي قصاده. خلينا مع بعض نبدأ التمرينات بتاعتنا. التمرين الأول هنعمل دبليو مسافة أو مسافة، دبليو مسافة أو مسافة مع بعض، دبليو مسافة أو مسافة، دبليو مسافة أو مسافة، دبليو مسافة أو مسافة، دبليو مسافة أو مسافة. ده كده التمرين الأول، حرف الدبليو وحرف الأو. نعمل التمرين التاني، حرف الكيو حرف البي، كيو مسافة بي مسافة، كيو مسافة بي مسافة، كيو مسافة بي مسافة، كيو مسافة بي مسافة، كيو مسافة بي مسافة. أنا بكتب سطر، أنتوا بتكملوا باقي الصفحة. خلينا في التمرين التالت مع بعض. هنستخدم الإيد الشمال بس، حرف الدبليو حرف الكيو، الدبليو بالخنصر والكيو بالبنصر الأيسر، بس بستخدم هنا الإيد الشمال بس. W مسافة Q مسافة، W مسافة Q مسافة، W مسافة Q مسافة، W مسافة Q مسافة. كده عملنا حرف ال W وال Q بالإيد الشمال. نعمل التمرين الرابع، ال O وال B بالإيد اليمين، ال O هنا الخنصر وال B البنصر بالإيد اليمين. يبقى كده O مسافة P مسافة، او مسافه في مسافه، او مسافه في مسافه، او مسافه في مسافه، او مسافه في مسافه. ده التمرين الرابع. خلينا نكتب بقى الاربع حروف حرفين حرفين مع بعض. هناخد دبليو او دبليو او مع بعض، مسافه كيو بي مع بعض، يبقى مع بعض دبليو او مسافه كيو بي مسافه، دبليو او مسافه كيو بي مسافه، دبليو او مسافه كيو بي مسافة، دبليو او مسافة كيو بي مسافة، دبليو او مسافة كيو بي مسافة. اشكركم على حسن انصاتكم وتواصلكم معانا. نفسي كلنا نعمل لايك وشير وسبسكرايب. الى اللقاء في المحاضرة القادمة.